امبارح ايضا لما اتكلمت مع حضراتكم في موضوع القوائم، واتكلمت مع حضراتكم ان بعض البرامج بتروج لكلام مغلوط، ان القوائم هتبقى 25 في الدوري الممتاز، ووضحت لحضراتكم الصوره والحقيقه، وقلنا ان القرار ده هيكون للممتاز به فقط وليس الدوري الممتاز. الحقيقه اتحاد كره القدم اكد كلامنا عن طريق تصريحات للحاج عامر حسين اللي اكد فيها انه لا تغيير في قوائم الانديه في الدوري الممتاز وهتكون 30 لعيب. ولكن لا تزال ازمه مجلس اداره الاتحاد الكره مع الانديه الجمعيه العموميه في الدرجه الثانيه والثالثه مستمره بسبب فكره دوري المحترفين وكيفيه تطبيقه. انا هنا مش عايز اتكلم عن الفكره سواء اتنفذت او لا، هي كشكل حاجه رائعه لكره القدم المصريه، ولكن التنفيذ هو اللي فيه مشكله. الورق حلو جدا انما الفرق كلها تلعب في مجموعه واحده وفي دوري المحترفين، حاجه كويسه جدا، ولكن اللي يهمني واللي بتكلم عنه دور مجلس اداره الاتحاد، اتحاد كره القدم طبعا مع جمعيته العموميه، هو ده اللي يهمني. فمثلا النهارده حصل مناقشات لم تنتهي الى نتيجه محدده داخل لجنه الشباب والرياضه بمجلس النواب. الوزاره اكدت اهميه الانديه الشعبيه ودعمها. على الجانب الاخر، هل اتحاد كره القدم عنده حلول لهذه الامور؟ الوزاره بتتكلم على ان الانديه الشعبيه دي خط احمر ولا مساس. ما هو لو حضرتك طبقت دوري المحترفين اللي هو بالمناسبه فكره جيده جدا ولكن تطبيقها صعب جدا، هو يعني انديه الصعيد لو حد فيهم هيلعب في دوري المحترفين هيسافر كل ماتش ازاي؟ بفلوس منين؟ هتقول لي البث كام؟ البث هتدي الانديه كام؟ طيب خليني اقول لحضراتكم اتحاد كره القدم بيفكر في ايه. اتحاد كرة القدم بيفكر انه يتكلم انه ما استحدثش اي مسابقة، وان القسم الثاني بس هو كل حاجة، ولكن هيعاد تشكيله يعني بحيث ان هو يكون محترفين به الف وبه، الف اللي هو الممتاز اللي بيلعب فيه الاهلي والزمالك والاسماعيلي ومحترفين به، ده هيكون، أو أنا آسف خليني أقول لحضراتكم إنه دوري رابطة الأندية ده اللي هو ده دوري المحترف اللي هو البريميوم ليج بتاع مصر اللي هو فيه أهلي وزمالك إسماعيلي كل الأندية دي، ده الدوري الممتاز. لكن محترفين أ و ب دي تانية وتالتة، يعني غيروا المسمى. عملوهم إزاي؟ كأنهم دوري واحد. محترفين أ ده مجموعة واحدة 20 نادي، ومحترفين ب ثلاث مجموعات، والصعود بيكون ناديين مباشرة من المحترفين اللي هو أ للممتاز، والثالث يلعب دور الترقي مع أوائل مجموعات محترفين ب للصعود للممتاز. ولكن فكرة إن نادي ممكن يصعد درجتين مرة واحدة ما حصلتش في أي مكان في العالم، يعني ما شفتهاش الحقيقة. أتمنى أن تكون هناك حلول تحافظ على مستوى كرة القدم المصرية وتطويرها. كمان يكون في حلول للأندية الشعبية وإنقاذها من الهبوط المتواصل للدرجات الأدنى. فين الأولمبي والترسانة ومنصورة وكفر الشيخ ودمياط؟ الأندية دي قدمت لعيبة كتيرة جدا جدا للمنتخبات الوطنية. ولكن يجب أن يكون اتحاد كرة القدم طرف في هذا الموضوع. ما ينفعش اتحاد كرة القدم يطنش. طيب هو الواحد بيتكلم ليه في الموضوع ده؟ أنا شخصيا بتكلم في الموضوع ده لأنه أتمنى الأفضل لكرة القدم المصرية. أنا عايز يطبق نظام دوري الألف وبه المحترفين اللي هو التانية والتالتة يعني، ولكن كيفية تطبيقه هو المهم. وبعدين هتولي دوري في العالم كله، في العالم كله بياخد فرقة من الدرجة الثالثة مثلا يطلعها الدوري الممتاز،
ما فهمتهاش، ما شفتهاش، ما شفتهاش. عشان كده بقول لحضراتكم يجب أن يكون هناك حلول خلال الفترة القادمة. وزي ما قلت لكم امبارح كان معايا الأستاذ عصام شلتوت والأستاذ عبد الحكيم أبو علم، واتكلمنا في هذا الأمر، وقلنا إن احنا هنفتح هذا الأمر وهنتابع هذا الملف خلال الأيام القادمة.